مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في العراق وسط جائحة كورونا التي حاصرت المواطنين وجعلتهم متخوفين من ركوب المواصلات العامة للوصول إلى أماكن عملهم أو التنقل في مناطقهم لقضاء احتياجاتهم، برزت الحاجة لإيجاد بدائل متنوعة لتقليل استهلاك الوقود من جهة وتخفيف الأعباء الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة من جهة أخرى والتنزه وقضاء أوقات الفراغ التي ولدها فيروس كورونا بسبب حظر التجول. شباب ناشطون في محافظة السليمانية أطلقوا مبادرة شعبية لركوب الدراجات الهوائية في المحافظة عبر تشجيع الناس عليها، وهو ما دفعهم إلى إقامة نصب للدراجة الهوائية وسط المحافظة للفت انتباه المواطنين. عمر جميل، واحد من شباب منطقة شارزور في السليمانية، قام بصنع دراجة هوائية عملاقة لتشجيع الناس على استخدام الدراجات في التنقل، معتبرا أنها توفر المتعة للكبار والصغار ولا تكلف شيئا سوى خسارة سعرات حرارية ضارة. هذه الفكرة جاءت من اهتمام مدينتي بركوب الدراجات الهوائية. كلنا نعرف أهمية الدراجة الهوائية مقارنة بالسيارة أو الدراجة النارية، وهي أفضل وأسهل وسيلة نقل وتساعد على ديمومة الحفاظ على البيئة بصورة رئيسة. ولهذا كان هدفنا تشجيع الناس أكثر على ركوب الدراجات الهوائية في كل المناطق المحيطة بنا. المبادرة جاءت من اهتمام المواطنين بتوفير بدائل تقلهم إلى العمل أو توفر لهم فرصة للتنزه وخسارة بعض الوزن والحفاظ على صحتهم بسبب الجلوس في المنزل لعدة شهور من جراء انتشار الفيروس. منذ 52 عاما تقريبا وأنا أقود دراجة هوائية منذ الصغر، لقد استفدت كثيرا من ذلك، وهو شيء جيد للشباب، وأدعوهم إلى ركوب الدراجات الهوائية لأنها أفضل لصحتهم. أهالي السليمانية تفاعلوا مع هذه المبادرة وبدأوا باستخدام الدراجات الهوائية بمختلف الأعمار بعد أن شاهدوا مجموعات من الشباب تجوب شوارع المحافظة بالدراجات الهوائية.